سنة وانتوا طيبين، رمضان خلاص على الأبواب، فيما لا شك فيه ان رمضان فرصة بتيجي مرة واحدة في السنة عشان نغير من نفسنا وطبعا نقرب من ربنا. مفيش مانع برضو لو نستغل رمضان في اننا نحسن صحتنا ونخس. في رمضان حرق جسمك بيكون اعلى من اي وقت تاني، وخاصة وقت الصيام. عندك مثلا هرمون زي هرمون الجي اتش ده بيكون اعلى 5 أضعاف من معدله الطبيعي وقت الصيام. كمان بيكون في استقرار في مستويات السكر في الدم، وده بيخلي خلايا الجسم بتكون اكتر حساسية للانسولين، وده هيخلي فرصة نزول جسمك للدهون اعلى واحسن. الفيديو ده هقولك ازاي تنظم اكلك من الفطار للسحور عشان نطلع من رمضان بافضل استفادة واقل وزن. يلا بينا. للأسف أغلب الناس بتطلع من رمضان زايدة في الوزن، وده بسبب إن الأغلبية رابطين رمضان بالحلويات والأكل والعزومات، ونسينا إن رمضان هو شهر للعبادة، ونسينا إن الصيام هو تهذيب للنفس ومقاومة للشهوات، الحلال قبل الحرام. لو عندك عادات غلط عايز توقفها رمضان فرصة، لو عايز تبطل تدخين رمضان فرصة، رمضان فرصة وخاصة ليك يلي بتعمل دايت عشان تكسر الارتباط النفسي بالأكل. عشان ما اطولش عليكم يلا نعرف مع بعض ننظم أكلنا إزاي في رمضان. لنا في رمضان عندنا 2 وجبة أساسية، وجبة الفطار ووجبة السحور. بالنسبة لوجبة الفطار لازم نكسر صيامنا بشكل سليم عشان ما نعملش ارتفاع كبير في سكر الدم. اول حاجة هنكسر الصيام على 3 تمرات، التمر فيه الياف وسكريات بسيطة جسمك محتاجها لتحفيز المعدة والجهاز الهضمي، بس لو انت مريض سكر او عندك مقاومة انسولين اكتفي بتمرة واحدة. تاني حاجة هناخد طبق صغير شوربة دافية، ومتاح ليك انواع كتير من الشوربة زي شوربة الفراخ، شوربة اللحمة، ممكن كمان شوربة خضار، وممكن شوربة بروكلي برضو بيكون ممتازة. الشوربة هتساعد على ترطيب الجسم وهتعوض السوائل اللي انت فقدتها اثناء الصيام، وبالشوربة هتأهل معدتك للأكل. بعد كده هتبدأ تشرب 2 كوباية مية وتروح تصلي، وصلي بقى على اقل من مهلك، مستنى كده 10 دقايق بعد كده هتخش على الأكل. اول حاجة هتبدأ بيها هي طبق السلطة، يا سلام بقى لو طبق السلطة ده عليه معلقة زيت زيتون، ويا ريت اغلب السلطة دي تكون من اللون الاخضر زي الخيار والبروكلي والخس. الخضروات الصلبة اللي مليانة الياف دي هتملي حجم كبير من معدتك. بعد كده هتدخل على البروتين اللي هو فراخ او لحمة او سمك، طبعا يفضل ان هو يكون مشوي او في الفرن، هنبعد تماما عن المقليات. بعد كده هتدخل على النشويات، وحاول تخليك دايما في النشويات المعقدة مش البسيطة زي الرز البسماتي او البني، وفي برضو البطاطس والفريك. طبعا ممكن تقسم وجبة الفطار على مرتين، وبين كل مرة ومرة من 2 لـ3 ساعات. طبعا انا ما جبت سيرة العصاير خالص لحد دلوقتي، مش عشان نسيتها لا، بس احنا هنأجلها شوية دلوقتي. نيجي بقى لبعد الفطار. بعد ما ترجع من صلاة التراويح وفي الوقت ده هتكون محتاج حاجة مسكرة تديك طاقة. هنا هيكون عندنا 3 خيارات، و3 خيارات دول احلى من بعض. اول حاجة انك تاخد طبق فروت سلطة متوسط، وده هيكون عبارة عن ايه بقى؟ هيكون عبارة عن 4 حبات فراولة وحبة يوسفي مثلا، وممكن نص حبة كنتالوب مع تفاحة متوسطة، ويفضل انك ترش عليهم سكر دايت ورشة قرفة. طبق الفاكهة ده هيعوض احتياجك من السكر، والفاكهة اللي اخترناها دي هتساعد في ترطيب الجسم. تاني خيار عندنا ممكن نعمل حلويات صحية زي الحلويات الكيتو والحلويات اللي تكون معمولة بسكر دايت، بس طبعا دي مش هتكون كل يوم. تالت خيار عندنا ممكن بقى ناخد العصير اللي احنا اجلناه فوق، بس لازم نراعي انها تكون كوباية واحدة وصغيرة وتكون من غير سكر، يكفي انك تحط سكر دايت عليها او تاخدها بسكرها الطبيعي. وافضل 3 عصاير ارشحها لك بشدة هي عصير الفراولة او التوت، او ممكن عصير ليمون او كركديه ساقع بسكر دايت. نيجي بقى للسحور. اهم حاجة في وجبة السحور انها تكون وجبة مشبعة، وتكون الوجبة دي بتدينا ترطيب عشان ما يحصلناش جفاف وقت الصيام. بالنسبة للشبع افضل الاكلات المشبعة البطاطس المسلوقة او الفول المدمس، بس طبعا لو عندنا مشاكل في القولون يفضل ان احنا نبعد عن الفول. ممكن كمان تاخد في السحور شوفان باللبن، وندخل معاهم اكلات فيها بروتين بطيء زي بروتين الكازين الموجود في الزبادي اليوناني او اللبن الرايب او الجبنه القريش. وما تنساش الخضروات اللي بيكون فيها نسبه عاليه من الميه على السحور زي الخس اللي سعراته بتكون قليله ومليان ميه، وبرده الخيار والفجل. في النهايه انت بتخرج من رمضان وانت عارف ان اكبر شهوه عندك وهي شهوه الاكل انت قادر تسيطر عليها، وقادر تصوم وتقطع اكل عدد ساعات كبير لمده شهر كامل. ده لوحده يخليك خارج من رمضان وعارف انك تقدر تحقق اي حاجه، وتقدر تمسك بزمام الامور لو انت قررت تعمل ده. فحاول تستغل رمضان السنه دي في ان انت تخس وتحسن صحتك، وكل سنه وانتم طيبين.